عادة نحن بنعمله أول رمضان، بس هالسنة حبينا نغير بالاشتراك مع الأبيسي إنه نعمل فستيفال دعي. هو اليوم بيكون من الساعة 2 لساعة 12 بالليل، يعني حيتضمن برامج كل شيء، مسرحيات للأولاد، ألعاب للأولاد، معروضات من جميع الجمعيات ومحلات. في جمعية أجيال ونا على طول دايما تسباقة، خصوصا هون ببيروت، يعني كفرداء حمراء. أكيد مردود هيدا المعرض للأعمال الخيرية ونحن منحب ندعم هيدا الشيء. أول شيء كل سنة بخير، شهر تاني شهر كتير حلوة، إنه شارع فردان هيك صار فيه والمهرجان حلو. الفرح بشوارع مدينة بيروت وأظهارها كمدينة الحياة والفرح كما كانت. أحيت جمعية أجيالنا عيد الفطر المبارك على طريقتها الخاصة، فضل شارع فردان بالحياة والعجقة، عجقة كبار وصغار، شاركوا الموسيقى والفن والضحكة اللي بتسعى هالجمعية دائما إلى رسمة على وجوه ناس بيعود ريع هيك مهرجانات لدعم ومساندتهم تيزور العيد كل الناس. ينعاد عليكم لعيد مع الأولاد ويحسوا بالعيد سارة ورفيق. حلو حلو، بس مهم أكثر فرحة للحياة الجديدة، عيد يعني كل العالم تنطر العيد. أكيد الواحد بحاجة كتير ليرتاح بعد الضغط، بعد المشاكل، بعد الصيام. بعد الصيام الواحد بينطر العيد ليرتاح شوي. في أشياء كتير حلوة، خصوصا الأشياء الهاند ميد، عن جد كتير أشياء غريبة ما بنشوفها دايما بالمحلات العادية، حلو نشوفها بهيك محلات. جاية مع بابا وماما لنتسلى لأنه عيد ونشتري أشياء. No, it's amazing. It's very nice, especially that it's for charity. يعني it's a great event and hopefully إنه رح بيصير turnout يعني كتير كبير. جاي لأنه هون أجواء عيد وفي أشياء حلوة وجديدة وجاي نتعرف عليها ونشوفهم. بكرة بتشرق شمس العيد وبتبشر بنهار جديد، عيش اليوم وحب اليوم، اليوم بيدك بكرة بعيد. ألعاب بهلوانية ترفيهية وفنية بنهار طويل وحافل بالنشاطات المسلية، وتخلل الاحتفال معارض للمنتوجات الحرفية والغذائية، فكانت الجمعة بالعيد على الخير والمحبة. صراحة أنا حبيت، اتفاجأت إنه في ألات بعد عالم قاطعين، وأنا جاي بس عم ساعدهم باللوجيستكس والستاند، بس it looks very promising. كتير مرتب، جو كتير حلو، والستاندات بجننوا، والعالم عم بيصير عندها قصص صغيرة تعملها إنه أون بلانير، والعالم عم تمشي على القليلة. أنا بعمل كل شيء قصص للبنات صغار، من بالورين لتوتو لتوب لجزادين، وكل ما بيعشي انا بساعد الاولاد الايتام. هيدا كل اللي شفتي هون شغلي، انا شغل ايدي هاند ميد. الجو كتير حلو، الموسيقى حلوه، والناس عم بيقطعوا عم بيتفرجوا عم بيتسلوا. اكيد مبسوطين كتير وحنقضي كل النهار هون ولو مشاوبين. طيب شوي حلو كتير كتير كتير، وينعاد عليكم بالصحه والعافيه. فيري نايس، وهيدا لبنان وهيك حنضل عايشين ان شاء الله.